الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم مع الطريقة الصحيحة لتغيير منظم مطور رش، واللي راكب ده حضراتكم اللي الصامولة بتاعته حمراء او ده في مشكلة، ما بيضغطش كويس وبيطلع مية، فهنغيره بواحد جديد. هنشوف حضراتكم ده الجديد وهنشوف مع بعض الطريقة الصحيحة لتركيبه. هنقولها نظري وبعدين نقولها عملي. في الجزء الاصفر ده في ناحيتين، ناحيه فيها كانه في مسمار طالع، والناحيه الثانيه فيها تجويف. التجويف ده هنخليه من فوق، هنسقط فيه البليه وبعدين نحط فيه الجزء الحديد ده وبعدين نحط الجوان. ده نظري، هنشوفه بالتفصيل تاني عملي. ده اللي هيكون تحت، الجزء اللي فيه الجوان ده هيكون تحت، يعني ده كده مقلوب. هنعدله ونركبه وهنشوفه مع بعض بالتفصيل. ده القديم اللي هنشيله، هو هنا بنفكه. المسمار بتاعه مسمار 10. اول حاجة حضراتكم بنحطها الحديدة اللي فيها الجوان، وبعدين بنحط عليها البلية، وبعدين بنخلي القطعة الصفرة دي في جزء منها كده كأن في مسمار طالع، بنخلي اتجاهه لفوق، وبعدين بنركب. أبص حضراتكم المسمار ده كأنه لفوق، وبعدين بنركب الفوق الجزء اللي فوق اللي هو فيه اليد، وبعدين بنحط المسمار. وناخد بالنا حضراتكم من الاتجاهات، لأن لو ما عملناهوش بالطريقة دي مش هيضغط وهيجيب مية. فدي الطريقة الصحيحة، ونربط كويس. وده حضراتكم اللي بينظم الضغط بتاع الرش. بس ده اللي انا حبيت اقوله في الفيديو السريع ده. وفي النهاية نتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم، وان شاء الله تستنونا فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.